الليلة من سباقات الهجن، حيث شوطنا الأول الرئيس في هذه الأمسية كان من نصيب الشهنية التابعة لهجن العاصفة، حيث قطعت المسافة في 7:41 وجزئين من الثانية تهانينا والناموس لعشاق هجن العاصفة وإلى غياث الهلالي، بينما الشوط الثاني يأتي كذلك شعار هجن العاصفة يسجل النقطة الثانية مع الشهنية ب7:37 وجزئين من الثانية ليهدي هجن العاصفة هذا الفوز والانتصار وغياث الهلالي هذا الناموس، بينما الشوط الثالث يأتي شعار هجن الرياسة مع المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري ليسجل 7:41 7 أجزاء من الثانية لينتزع المركز الأول في الشوط الأول الرئيس. أما سردال يأتي في شوطنا الرابع ليسجل التوقيت الأفضل في هذه الأمسية لهجن الرياسة، وراشد بن محمد بسم المنصوري حاضرا هنا سد الوثبة ب7:37 وجزءا وحيدا من الثانية، تهانينا وناموس على هذا الفوز والانتصار ولجماهير هذا الشعار. الشاهنية لهجن العاصفة تعود من جديد مشاهدين الكرام لتحقق النقطة الثالثة في هذه الأمسية ب7:49 و6 أجزاء من الثانية، تهانينا وناموس كذلك للمضمر غياث الهلالي عودة من جديد لشعار هجن الرياسة، وكانت ربشة حاضرة مع هذا الموعد و7:38 وجزئين من الثانية، والتهنئة للمضمر راشد بسم المنصوري. بينما الشوط السابع يأتي شاهين لهجن العاصفة لسجل النقطة الرابعة بهذا الشعار وللمضمر غياث الهلالي 7:44 و7 أجزاء من الثانية، بينما يأتي نسناس ليحقق الانتصار الرابع لهجن العاصفة وبقيادة راشد بن محمد بسم المنصوري ب7:44 4 أجزاء من الثانية لتتبادل الكراسي في انطلاقات هذه الأمسية. بينما الشوط التاسع نأتي مع الوثبة لهجن الرياسة وبقيادة سلطان بن محمد الوهيبي، حيث قطعت المسافة 7:44 وجزئين من الثانية. أما الشوط العاشر تأتي شهلولة التابعة لهجن النايفات، ويأتي المضمر سعيد بن هديبان المري 7:44 4 أجزاء من الثانية، وسلام للمملكة سلام. بينما شوطنا الحادي عشر يأتي حشيمة التابع لهجن زعبيل، هذه المؤسسة العملاقة، وراشد بن محمد بن مروشد 7:43 4 أجزاء من الثانية والتوقيت الزمني. بينما مشاهدينا الكرام شوطنا الثاني عشر يعود شعار هجن الرياسة من جديد مع دمعان لهجن الرياسة 7:37 و5 أجزاء من الثانية، ويأتي راشد بن محمد بسم المنصوري في انطلاقته. شوطنا الثالث عشر نتابع الشاهنية التابعة لهجن ند الشبا مع المضمر سالم بن سعيد، قطعت المسافة 7:45 و8 أجزاء من الثانية. بينما شوطنا الرابع عشر كانت مزاج مع الأبكار المهجنات الأصايل لهجن الرياسة وتسجيل النقطة السادسة مع راشد بسم المنصوري 7:40 و7 أجزاء من الثانية وتوقيتها الزمني. أما شوطنا الخامس عشر فنأتي مع أشواط الإنتاج لتأتي هنا مجال لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم 7:52 وجزءا وحيدا من الثانية وتوقيتها الزمني، والتهنئة لمضمر مجال سيف بن خلفان الأغويص السويدي. الشوط السادس تأتي سلالة متعب الصغير مع مصيحة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم لتسجل 7:46 وجزءا وحيدا من الثانية، ويأتي المتعب الصغير سعيد بن محمد بن مروشد ليسجل هذا الانتصار. أما الشوط السابع عشر يأتي شاهين التابع لهجن العاصفة لينتزع المركز الأول بتوقيت زمني مقدار 7:48 بالوفاء والتمام، والتهنئة لغياث الهلالي. بينما شوطنا الثامن عشر يأتي براق بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بدون أي توامر وسلالة متعب الصغير، والنقطة الثانية لهذا الشعار في هذه الأمسية 7:43 5 أجزاء من الثانية، والتهنئة كذلك إلى المضمر المتعب الصغير سعيد بن محمد بن مروشد. هكذا مشاهدين الأعزاء كانت النتيجة لمجريات وناموس هذا المساء المتجدد مع سن القاية، إلى أن نلقاكم في ذلك في يوم الغد بإذن الله تعالى في الفترة المسائية لهجن أصحاب السمو الشيوخ. تقبلوا أجمل تحية من الجميع من قناة دبي ريسنج، إلى اللقاء.